التوانسه بنوا الدوله هذه بالدم وبنوها بالتضحيات وبنوها باجيال وبنوها معناها بزعمات، والدوله هذه عمرها اكثر من 50 سنه، عارفين كونه بديل الدوله هو الفوضى، وبديل الدوله هو التقاتل، وبديل الدوله هو الفقر والجوع. والتوانسه اذا كان مستعدين يناقشوا كل شيء ويتحاوروا في كل شيء ويختلفوا في الكثير من القضايا، لكن ثم خط احمر التوانسه ما نجموش يفرطوا فيه وما نجموش يضحيوا به وما نجموش يسمحوا لحتى واحد باش يتعدى عليه، الا هو الدوله. موقف التوانسه اليوم في الشارع في عدم مساندتهم لدعاوي الانقضاض على مؤسسات الدوله لدعاوي الانقلاب عليها، موقف التوانسه اليوم في الشارع في عدم معنى استجابتهم للدعوات للانقضاض على المعتمديات والولايات ومقرات السياده وحرقها والتعدي عليها، هو تعبير في الحقيقه مش مساند للترويكا ومساند للاحزاب الحاكمه، هو تعبير على انه التوانسه متمسكين بدولتهم ومؤمنين انه بديل على دولتهم وعلى استمرار دولتهم، مهما كانت السلطه لتحكم، مهما كان الحزب الحاكم بالانتخابات بتبيعه، ومهما كانت الاطراف الحاكمه هو الفوضى. التوانسه ما يحبوش يعيشوا تجربه الصومال وما يحبوش يعيشوا تجربه بعض البلدان العربيه الا ما عرفت معناها من ضرب الدوله وانهيارها الا القتل ولا الانتقام ولا الدمار ولا معناها الفقر ولا الجوع. التوانسه يختلفوا صحيح ويتناقشوا صحيح، وربما يصل اختلافهم الى درجات كبرى من الحده، ولكن ثم خط احمر التوانسه ما يسلموش فيها اللي هو الدوله واستمرار الدوله واستمرار المرفق العام. واكبر دليل على ذلك انه الثوره يوم اللي انتصرت يوم 14 جانفي كل مؤسسه الدوله كانت تعمل بشكل بشكل طبيعي وما ترصدش بالثوره، ما تقص علينا ماء ولا تقص علينا ضوء، والمحاكم كانت تشتغل ومراكز الامن كذلك كانت تشتغل. واليوم التوانسه تعبير منهم على تمسكهم بدولتهم، وعي منهم بانه هذه الدوله واللي هي كانت من اوائل منها من اوائل الانجازات مش في تونس فقط، في المنطقه العربيه هذه الدوله هي مكسب وهذه الدوله هي اشرف، وهذه الدوله لم تاتي هكذا صدفه بل جاءت بتضحيات وتضحيات جسيمه، مش مستعدين باش يفرطوا فيها ومش مستعدين باش يعطوا لاي طرف باش يلعب بها وباش يتهاون معناها في المساس معناها بحرمتها. الحوار امر مطلوب ولا ثمش حتى حل غير الحوار، والاختلاف رحمه بين التوانسه، ولكن هذا الاختلاف في حدود حمايه ارواح الناس واعراضهم واملاكهم. الاختلاف اللي مش يؤدي للفتن، والاختلاف اللي مش يؤدي للتشريع للقتل، والاختلاف اللي مش يؤدي للتشريع لانهيار الدوله، والاختلاف اللي مش يؤدي للتشريع لصومال تونس، هذا مش مرفوض من مؤسسات الدوله فقط ومش مرفوض من الحكومه، واجبها الحكومه مش ترفض الشيء هذايا وتتصدى له، لان الشعب التونسي اختارها باش تحميه وتحمي ارواحه وتحمي ملكه وتحمي عرضه، وباش تضمن له استمرار المرافق العامه وباش تضمن له استمرار معناها توفير حاجياته الحياتيه، بل هذا مرفوض من اغلبيه الشعب التونسي. واكبر دليل على ذلك هو عدم تجاوب التوانسه، شباب وشبان وكبار صغار في كل المناطق مع مثل هذه الدعوات.